صلينا على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الكل داري، انتوا دارين هذا اليوم ان في مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة. انت تتكلم جد؟ هذا العالم كله قدو يعني من هذا المشكلة مرعوب. ترامب. Yes sir Mr. President sir. ترامب الذي مثل الدنيا مجنان تكفز من هانا لهانا، هذا الايام ما عاد له ايش يعمل. الصين الذي كل صناعته تلفونات، كلكم معكم تلفونات صيني صح؟ انا معي تلفون صيني بس مش هذا العين. هؤلاء كلهم هذا هو مشكلة فيروس كورونا. عرفتوا فيروس كورونا؟ هذا فيروس كورونا هذا ارعب الناس. طبعا كل واحد بيدور، الامريكا بتدور بتبحث عن علاج، الصين بتبحث عن علاج، روسيا بتبحث عن علاج. Are you nuts? You gotta be in here somewhere. الدكاترة، مهندسين، أطباء، مبزغين، كل واحد إيش بيبحث عن علاج، ولا قد لقوا هذا العلاج. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. هذا العلاج موجود طبعاً. إحنا هذا اليوم اكتشفنا العلاج. لا تقول ليش كيف اكتشفته، لا تقولوا ليش كيف اكتشفنا، اسمعوا بس تمام. اكتشفنا من قبل ما يوجد الفيروس. احنا ايش نعمل؟ بنوجد العلاج لاي مشكلة قبل حدوثها. طب انت حمار. وهذا من فضائل آل البيت، هذه من فضائل من؟ آل بيت رسول الله. طبعا العلاج هذا قد اكتشف التنبأ بالسيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضي الله عنه. وقبل السيد عبد الملك من تنبأ به؟ سيدي الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي. أخبره إيه دلوقتي؟ وأرخ ذلك وذكر في ملازمه. أكيد بتقرأ الملازم، هذا الملازم موجود اسم العلاج هذا في الملزمة تمام؟ أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. وقبل السيد القائد من تنبأ به؟ تنبأ به أبوهم، أبو عبد الملك السيدي ومولاي القمر المنير والفجر البرير والشمس الزهار والبحر الفخار سيدي بدر الدين الحوثي. فانا عارف الشله دي كلها بقى كويس. طبعا العالم كله بعد ان عجز انه يلقى علاج لهذا الفيروس، ايش عمل؟ رجع يقول لك يجلس 14 يوم داخل البيت. نعم يا اختي. ما فعل داخل البيت؟ ضاب عشان يخرج. كم 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 اشتري ام هواء 14؟ غسل يدك، عقم ارجلك، غسل ملابسك. النظافة تدي المرض. أقول أنت منين طلعت لنا الله يرحم والديك؟ إحنا لا، إحنا وجدنا العلاج الشافي لهذا الفيروس. ما هو العلاج وما هي مراحل هذا العلاج؟ أنتوا داريني أتظهر فيروسات بعد فيروس كورونا مش هو؟ عاد فيروس برونا، ترونا، جرونا، عرونا، بعدونا، فلتونا. ده صحيح بقى زي ما هو. أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا؟ معانا العلاج، بس هنبدأ بعلاج هذا الفيروس اللي موجود الآن كورونا. ما هو هذا العلاج؟ يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الصرخة. ثم بعد ذلك إيش؟ تأتي بعد الصرخة على طول تطلع فوق الطقم. فوق الشاص الطقم هذا، وعلى طول المرحلة الثالثة فوق الطقم على طول للجبهة. هاتوا لي الكلب ده. توصل الجبهة يطرحوها لك هنا في الجبهة، وعلى طول تتخلص من فيروس كورونا وتتخلص من الدنيا بكله. شوفوا ما أسهل العلاج. فعلاجنا جبهاتنا بالمختصر المفيد.